اي اصدقاء راح اسولفلكم ايش صار وياي بعد ما طلعت من الجزيرة العسكرية. طبعا بعد ما طلعت من الجزيرة العسكرية اخذت تيكت قلتلكم وطلعت رحت للأثينا. بعدين بأثينا لازم تلقى لك مهرب يعبرك المقدونية. فظلينا ندور على المهرب طبعا بصعوبة تلقى مهربين، لانه شنو المهربين ياخذون من عندك فلوس، وبعدين يضحكون عليك، يعني ما ياخذوك المقدونية، يذبوك بالطريقة، مش عارفك انت، ما يحكي لا انجليزي ولا شو اسمه. المهم الجو اليوم عندنا كلش حلو بالمانيا. المهم فطلعنا المقدونية باص صغير، طبعا احنا بالطريق لزمونا الشرطة، نزلونا كل واحد دفع 20 دولار، عبرونا ومشينا. من وصلنا المقدونية بعدين مشكلة صارت يعني كبيرة مال التبصيم، لازم ما تبصم دير بالك، وظلينا منتظرين الليل. طبعا يعني تجمعت ويا جروب ثاني، وهذا الجروب من تجمعت وياهم فش اسمه اطلعنا بالليل حيل بنص الليل، ونعبر شوية شوية وانقلبت من الجبال وتكسر التكسير صار بيه على مد، بس حتى الشرطة مثل قانوا تبصمني، اذا بصمتني اروح ارجع النوبة لليونان، مشكلة كبيرة. بس الحمد لله والشكر انه لزمونا الشرطة هم المقدونية، بس انا اشردت من السجن. ظلنا بي يومين، بعدين لقينا واحد سوري ولد قال لنا تعالوا انا اقدر شو اسمه عندي مقص كبير تشتروا من عندي واخليكم حتى تقصون السياج. كان شنو هذا السياج اللي وراي اذا تشوفوه، هيك كان السياج. فقال لي يعطيك مقص ابيع لك اياه يعني بمبلغ كبير، لان هناك كنا بالسجن وكلها افغان ولاجئين وايرانيين وسوريين وعراقيين، وصار مكاتل هناك، لان شنو الشرطة المقدونية ضخمين حيل، يقول لك لو توقع لو انقتلك يعني نضربك، ضربوك ضرب يعني موتولي الواحد. فاشترينا من عند المقصان وجماعة، جمعنا لنا كم فلس لان فلوسنا راحت كلها بالبحر. وبعدين قصينا السياج اللي هو مثل هذا الوراي قلت لكم، وعبرنا. من عبرنا ظلينا نمشي 3 ايام. وأصدقائي أريد أن أنوه على شغلة، أكو هواي ناس أصدقائي بالفيسبوك باليوتيوب وناس علقت قالوا لي ايش قد كلفتك السفرة يعني لحد ما وصلت لهنا،
الى المانيا، او يعني ايش قد كلفتني فلوس او كذا. فانا فلوس ما كلفتني يعني، عرفت شلون؟ لانه انا من طلعت من العراق التركية، من العراق التركية كان عندي بس الفلوس اللي سافرت بيها، بعدين عندي هم فلوس من العراق جايب وياي، يعني كانت هي الفلوس مال الرحلة. فبأول رحلة ما راحت، ثاني رحلة راحن مني بالبحر. بعدين شو اسمه جمعت، اشتغلت بتركيا شهر كامل او شهرين او ثلاثة ما اعرف، بس اشتغلت هواي. بعدين طلعتهن وطلعت مرة ثانية وثالثة، او يعني ضيعتهن الفلوس. فمن وصلت لليونان، باليونان اشتغلت بارات او مطاعم، اشتغلت تقريبا شهر كامل باليونان شغل حتى طلعت الفلوس حتى كمل بيها طريقي. وبعدين من جمعت اشتريت التيكت مال السفينة وسافرت بيه، قلت لكم. وبعدين الفلوس البقية طبعا مال مقدونيا ومال صربيا، يعني قليل الفلوس مو هواي، لان بالقطارات وبالسفن وبالباصات ياخذوك الدولة، بس تحتاج شوية فلوس يعني مال صربيا ومقدونيا على مود المهرب، حتى تلقى لك مهرب بالباص تطلع وياه. وما اعتقد بعد تستفاد شيء، يعني ما اعتقد تدفع شيء، العفو بعد هذا كل شيء. او بعد اذا واحد يريد يدفع مثلا ما اعرف، يعني بالنمسا يجوز اذا واحد يعني يريد يبات بفنادق وما اعرف ايش ويرفه عن حاله، فاي يحتاج فلوس. بس اذا ما يريد يرفه عن حاله وكذا، فما راح يحتاج هواي، يعني تكفي هاي الفلوس زينه. نشوف هذا الرجال جاي لي ما جاي لي، اصور والناس تتعدى علي، يعني خبلوني يشوفوني اصور يتعدون علي. اي اصدقائي، فما كلفتني شيء. وهمات اكو ناس تسالني انت متزوج ما متزوج؟ انا ما متزوج بعدني، دا ادور على بنت الحلال وبعدني ما متزوج الحمد لله والشكر. او شو اسمه شرد اقول بعد، ها انا دا ادرس بالمانيا ما دا اشتغل. من بالحلقات الجايه ان شاء الله اسولف لكم ايش دا ادرس وشلون حصلت على هذا الدراسه، شنو دا ادرس وكل شيء ان شاء الله. اوكي اصدقائي، طيب بس للتنويه انا قلت لكم هاي السوالف كلها لان الناس سالتني وما جاوبت بكل الفيديو. واصدقائي اريد انوه على شغله، اكو هواي ناس اصدقائي بالفيسبوك باليوتيوب وناس علقت قالوا لي ايش قد كلفتك السفره يعني لحد ما وصلت لهنا لالمانيا، او يعني ايش قد كلفتني فلوس او كذا. فانا فلوس ما كلفتني يعني، عرفت شلون؟ لانه انا من طلعت من العراق التركية، من العراق التركية كان عندي بس الفلوس اللي سافرت بيها، بعدين عندي هم فلوس من العراق جايب وياي، يعني كانت هي الفلوس مال الرحلة. فبأول رحلة ما راحت، ثاني رحلة راحن مني بالبحر. بعدين شو اسمه جمعت، اشتغلت بتركيا شهر كامل او شهرين او ثلاثة ما اعرف، بس اشتغلت هواي. بعدين طلعتهن وطلعت مرة ثانية وثالثة، او يعني ضيعتهن الفلوس. فمن وصلت لليونان، باليونان اشتغلت بارات او مطاعم، اشتغلت تقريبا شهر كامل باليونان شغل حتى طلعت الفلوس حتى كمل بيها طريقي. وبعدين من جمعت اشتريت التيكت مال السفينة وسافرت بيه، قلت لكم. وبعدين الفلوس البقية طبعا مال مقدونيا ومال صربيا، يعني قليل الفلوس مو هواي، لان بالقطارات وبالسفن وبالباصات ياخذوك الدولة، بس تحتاج شوية فلوس يعني مال صربيا ومقدونيا على مود المهرب، حتى تلقى لك مهرب بالباص تطلع وياه. وما اعتقد بعد تستفاد شيء، يعني ما اعتقد تدفع شيء، العفو بعد هذا كل شيء. او بعد اذا واحد يريد يدفع مثلا ما اعرف، يعني بالنمسا يجوز اذا واحد يعني يريد يبات بفنادق وما اعرف ايش ويرفه عن حاله، فاي يحتاج فلوس. بس اذا ما يريد يرفه عن حاله وكذا، فما راح يحتاج هواي، يعني تكفي هاي الفلوس زينه. نشوف هذا الرجال جاي لي ما جاي لي، اصور والناس تتعدى علي، يعني خبلوني يشوفوني اصور يتعدون علي. اي اصدقائي، فما كلفتني شيء. وهمات اكو ناس تسالني انت متزوج ما متزوج؟ انا ما متزوج بعدني، دا ادور على بنت الحلال وبعدني ما متزوج الحمد لله والشكر. او شو اسمه شرد اقول بعد، ها انا دا ادرس بالمانيا ما دا اشتغل. من بالحلقات الجايه ان شاء الله اسولف لكم ايش دا ادرس وشلون حصلت على هذا الدراسه، شنو دا ادرس وكل شيء ان شاء الله.
اوكي اصدقائي، طيب بس للتنويه انا قلت لكم هاي السوالف كلها لان الناس سالتني وما جاوبت بكل الفيديو. فاصدقائي من عبرنا ظلينا تقريبا شقد تقريبا 3 ايام يلا قدرنا نعبر، يعني نعبر مقدونيا على سكك الحديد. نظل نمشي، راح اشوف اذا اكو صور اطلع لكم اياها بلكي، على سكك الحديد مال القطارات نمشي تكسرنا تكسير. يلا وصلنا محطة كبيرة، بعدين من المحطة نظل ننتظر بلكي تجي باص تاخذنا. ماكو باصات، ظلينا يومين نايمين بالمحطة ماكو اكل. والله تجي الشرطة اعتقد الجيش تجيب لنا سمك معلب خبز يابس، ما عندهم لانه فقراء مقدونيا حيل. ف يعني من عندهم عبرنا بعدين الصربية، لا العفو هذا الحكي كله صربية، بعدين عبرنا المقدونية وانسجنت. بس المهم انه انا سلفت لكم الزبدة. فبعدين شلون عبرنا للنمسا؟ ظلينا يومين ثلاثة قلت لكم بدون اكل، لما تجي باصات تلتم عليها الناس يصير مكاتل. يلا نصعد بالباص، فصعدت بالباص انا يعني الله سهل لي ويا عائلة. كانوا شو يسوون الشرطة النمساوية؟ يوقفون باب الباص يقولون بس العوائل، فاكو ناس تعطي فلوس العائلة يقول لهم هذا ابني صعدوا وياه، انا اعطيت فلوس وصعدوني وياهم، قالوا هذا ابني صعدوا ويانا. فوصلنا للنمسا، بعدين من وصلنا للنمسا هم تدمرنا، ظلنا اسبوع كامل متانين لما تجي الباصات حتى طببنا لالمانيا. اسبوع كامل هم بدون اكل، طبعا باثينا بس وصلنا الشغلة الحلوة اكل ما نعرف شنو حلال حرام، فضربنا غير بوارد. طبعا الجقاير ب10,000 15,000 الباكيت الواحد، وكانت اكو سندويشات الناس كلها تاكلها، هاي السندويشات شن هي يقول لك حلال حلال، فاحنا كنا نشتري منها اللفة بخمسة، اللفة ب5,000 تطلع. بعدين من فتحنا اللفات وقمنا نشوف شنو بيها، طلعت بيها بوتيتا خالية كل شيء ما بيها، لان هم كانوا ياكلون بس خنزير اكثر شيء باليونان، وبيرة وشرب وهالسوالف. المهم فشون وصلنا لألمانيا من النمسا قلت لكم ظلنا 3 ايام تانين بالمحطات لمن جت الباصات وخذتنا، اخذتنا تقريبا 5-6 ساعات ونزلونا، قالوا بعد ما نقدر هذا حدنا النمسا. انه بجانا قطار يصعدون النفر بيورو، بيورو وين مال الجيش بس ياخذون فلوس من عندنا. صعدنا بالقطار هذا وظل يدق 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 بيده، وانا وين صعد نمت بالتواليت، واحد نايم مدري وين، واحد نايم يم رجل الثاني. المهم حلمنا نوصل المانيا، فوصلنا لالمانيا ذبونا على الحدود القطار وقال دقوها مشي، دقيناها مشي تقريبا 5 كيلوات طبنا الحدود الالمانية. بالحلقات الجاية أسألف لكم إيش صار ويانا بألمانيا، ألمانيا الجميلة. يلا تحياتي لكم.